من اولها كده لفينا لفينا الراجل الجميل ده يا ابوي شبه جدي. مبروك يا ابوي ربك عزه. ده الغالي الغالي اللي جه بعد الشوقه يا يحيى صفوان الصغير اللي ربنا عوضني بيه. مبروك مبروك يا ابوي. الله يبارك فيك يا حمدان. ما انت ما لقيتكش جبت الواد قلت اجيب وانا. اتربى في عزك اتربى في عزك يا هارون. ان شاء الله تفرح باولاده واولاد ولاده يا هارون. بقول لك ايه يا عمي؟ يعني بما انه يعني ربنا رزقك بالواد وربنا يفرحك بيه ما تخلي حمدان يعني يديني فلوس اللي انا كنت مشاركاه فيها في المعرض. ايه؟ امسك امسك يا زينه. يمين بالله يا هنيه انت ما عندك دم. مش لما حمدان يلقى البضاعه بتاعته اللي اتسرقت وبعدين يعني هو انت المكسب حلو ليكي والخساره مالكيش فيها؟ ما انت عارف يا اخي انت متجوزه راجل مليونير هتدوري على الملايين يا هنيه؟ اه بس كده انا كاتب لها شيء وشويات شقة الجديده والمعرض. ايه يا حمدان هتصب علي ولا ايه؟ تربيه ولا ما استاهلش؟ ماشي بالاذن. لا اقعد اتعشوا معانا. لا خيركم سابق. طيب يلا يا مدحت. شخصيتها قويه. مدحت حاضر يا نوني. يلا بالسلامه. ايه حكايتها هنية دي؟ ما بتشبعش رجاله دي. هتلاقي فين عريس زيه يا ابوي؟ ده راجع على قلبه فلوس التلت ده جد ده. ايوه امال ايه جايبها معمل خليل؟ طيب استاذن انا يا ابوي لم بينا سناك. لا تقعد تتعشى معانا. مالكش لزوم يا ابوي. لا ما خلاص يحيى دلوك يا ابوي ما بيرتاحش الا ببيته الجديد اللي انت شاريهوله وفرشهوله. وماله ربنا خللنا عم هارون ويحيى ما اتحرم منه زمان كتير. تقعد بيته معانا الليله يا يحيى واعمل حسابك عن قريب هاجي ازورك في بيتك الجديد واتغدى معاك. شرفنا يا ابوي.